نتمنى تكونوا بخير وصحه جيده يا ربي. هذا النهار اليوم بغيت نصايب واحد البانينويات ديال الدراري الصغار ديال المدرسه، ديوهم ليهم ولا ياكلوهم في الدار ولا المهم بانينويات عامرين بخضيره واللحم هكا. غنتهز الفرصه لان جاكم وما كاينش باش غنطيب الدجاج. ما كيحمل يشم الريحه ديالو، ما كيحمل يشريه، ما كيحمل ياكلو، دونك جاكم وما كاينش. انا غادي نطيبهم وغادي نشاركهم معكم ان شاء الله. اوكي يلا خليكم معي. اول شيء غادي نبداو به هو العجين ديال هذه الوصفه هذه اللي غادي نقول لكم دابا المقادير ديالو. مكونات كيف ما كتشوفوا معايا، عندي هنا نص سيترون ديال الحليب، ها هو باش غنعجنهم بالحليب. عندي هنا نص كيلو ديال الطحين بالنخاله ديالو، وعندي هنا نص كيلو ديال الفينو اولا الدقيق ديال القمح، وهذا الطحين الكامل. عندي معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وعندي شويه مليحه، وعندي زيت الزيتون. هادو هما المكونات وغادي نبداو على بركه الله. بسم الله. اول شيء غنبداو به هو الخميره، غادي نوضعها هنا وغادي نضيف ليها شويه ديال الحليب هكا، غادي نخلطها واحد شويه باش تتفاعل مع الحليب ترطب شويه. هنا الخميره من بعد ما تفاعلت ليا غادي نضيف ليها دابا الزيت، غنضيف لها واحد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون هكا، وحده هي جوج هذا الشكل هذا. وغادي نبدا نحرك هكا واحد شويه، صافي. وغادي نبدا نضيف دابا الطحين، غنضيف شويه من الكامل وشويه من الفينو بجوج بهم هكا هكا، صافي هذا القياس هذا. غادي نحرك ونضيف ليه الحليب نزيد له مازال الحليب. هاد الطريقه مهمه في هاد العمليه هادي باش يجيكم واحد العجين مقطن وزوين ومرخوف بزاف ماشي غير شويه. كتحركوا مزيان هاد الخليط هكا، تحيدوا كاع دوك الحبيبات كواري ديال الطحين ما يبقاش مكور فيه بهذا الشكل هذا، صافي. تنشوف العجين هكا دابا وتنخليه، غادي نخليه دابا يرتاح معايا حتى يرتاح، هذا غنخليه هنايا يرتاح ليا العجين وغادي نتلاقى معكم ان شاء الله. هنا على بال ما كتخمر لي هاد العجينه خليتها كترتاح باش ما نضيعش الوقت، دونك جيت هنايا باش غادي نوري لكم الحشو ديال هاد الخبيزات هادو. عندي هنايا واحد الحبه ديال البطاطا، واحد القرعه، وواحد الحبه ديال الجزر، وشويه ديال القرعه حمراء، وعندي هنا جوج طروفه ديال صدر ديال الدجاج، وعندي المعدنوس، ومن طبيعه الحال التوابل ديالي العطور. وغادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبدا بها هي هذه الخضره، هذه الخضره غادي نشدها وغادي نطحنها، غادي نطحنها بهذه اللعيبه هذه كلها. نبدا بالبطاطا هي الاولى هكا، كاين عندي ليسباس غنزيد معها تخيزو اولا الجزر هكا، ونطحن. هانتو طحنتم بهاد الشكل هذا تيولي هكا مطحون. غادي نوضعهم هنا الطريقه هادي، وغادي نستعمر دابا غادي نطحن هادشي اللي بقى، وندير القرعه حتى هي نفس العمليه غنطحن كلشي. الخضيره ها هي قطعتها، هذه البطاطا والجزر، هذه القرعه والقرعه الحمراء والخضراء، وهذه غير القرعه الحمراء بوحدها، والدجاج ها هو هنا. دابا غادي نخليهم جنب وغادي نمر العجين ديالي لان خمرت. ها هي شفتوها، ها هي اختمرت. دابا نديرها هذا اوكي، وغادي نجيب دابا ما تبقى من العجين. انتم شفتوها
خمار صافي. غادي نجيب دابا ما تبقى من دقيق هكا وغادي نعجن كلشي. ندير الحليب غادي نعجن دابا بايديا باش غادي نعجنها. غنجمعها مزيان وندير ليها مليحه وغادي نتلاقى معكم ان شاء الله. هنا من بعد ما دلكت العجين ديالي كيف ما كتشوفوا غندير ليه واحد شويه ديال الزيت وغادي نجمعو دابا بالزيت هكا. هانتوما تصبح العجين هكا لين شفتوها. دابا غادي نوضعها هنا غادي نغطيها بهذا البلاستيك اللي كان فيها الاول. ودابا غادي نمروا الحشو ديالنا نخليو اي تخمار وغادي نمروا الحشو ديالنا. اوكي ناخذ واحد المقلاة شعلت عليها النار غادي نوضع فيها الزيت زيت الزيتون القياس ديالي هكا. وغادي نبدا نوضع فيها هاد الخضر. دابا غنصبغ هاد البطاطا مع هاد الجزر هما الاولين. وغادي نخليهم يتسوطاو واحد شويه نزيد واحد شويه من هادو ما خصنيش نكثر كميه باش ما تطلقش ليا الماء الخضر. هادو اللي قاصحين هاد الاخرين دغيا كيطيبوا هنا غير شويه كيتبالوا معايا هاد البطاطا مع هاد الجزر وغنضيف ما تبقى هكا جوج دقائق قبل تقريبا ان البطاطا مع الجزر شويه قاصحين على القرعه حمراء مع خضراء. صافي غادي نحرك كلشي وغادي نغطيهم ومره مره نحركهم غادي نحركهم دابا شويه. ما نديرش معاهم لاطور دابا باش ما يتحرقوش ليا لاطور بلاتي عاد غادي نديرهم. غادي ندوز دابا لهاد الدجاج غادي نطحن هاد الدجاج غناخذ الصدر ديال الدجاج ها هو غادي نوضعو هنا وغادي نضيف ليه دابا العطور غادي نسمو واحد شويه غندير معاه شويه ديال الربيع قزبر ومعدنوس غندير ليه مليحه وسكين البير والحار وشويه ديال البابريكا دوكا غادي نديرهم ليه شويه نحرك هاد الجميله خاصرونا غندير مليحه هي الاولى غندير سكينجبير غندير بابريكا وغندير شويه ديال الحار غير شويه هكا صافي. هما لاطور ديالي غادي نطحن دابا كلشي صافي للماكسيموم. انتوما 30 ثانيه ما قطعتش الفيديو انتوما كتشوفوا شفتوا
هكا صافي، نخليها هنايا. غادي نبقى دابا نشوف المقله ديالي. دابا غادي نضيف هنايا العطور ديالي للمقله، نضيف ليها مليحه. شويه ديال الملح، ديال السكينجبير، وديال الحار. صافي، هادو بابريكا ما غاديش نديرها، هادو هما العطور اللي غادي ندير هنايا. صافي، دابا تتبان ليا بحال الا راه هي طابت. غادي ناخذ نص ديال الكميه تقريبا، وغادي نوضعو هنايا في هاد المقلة. نعطيه الجاكمو بلا لحم، هو مكياكلش اللحم، غادي ندير ليه تاهو حقو بلا لحم. خلي لي انا هذا و ندير ليه هذا. صافي، غادي نضيف ليه هذا دابا. صافي، غنضيف ليه دابا الربيع، ندير شويه الربيع هنا شويه هنا. اوكي، غادي نضيف دابا هاد اللحم هاد. مع هاد العملية هكا حتى كيطيب، يمكن نشطف دغيا كيطيب مع الدجاج، دغيا غيبدا كلو يتفتت هنايا. كيما بغاتش دير هاد الكفتة ديال الدجاج، دير كفتة عادية. كنديرهم حتى بالحوت، أنا كيجيو زوينين بالحوت. هاد المرة عشقت الدجاج وصافي، مع شحال مكليتوش ملي جيت المغرب قلت أنا نديرو هنا. الدجاج وجد معايا دابا هانتوما كما كتشوفوا. دابا غادي نجيب واحد الطبسيل وغادي نوضعو فيه باش غادي نخليه يبرد، غنخرجو للبالكون يبرد، وغادي ندوز لهداك ديال جاكمو. دابا غادي نوضعو هنايا هكا، صافي نحيد هذا، وغادي ندير هذا ديال جاكمو. دابا هنا دابا كيف ما كتشوفوا معايا هو ديال جاكمو، غنشعلو عليه حتى هو دابا هنا. هكا، وغادي نضيف ليه الطون، ها هو الطون، الطون ديال جاكمو هنايا، حيدت هداك الطون من هديك القرعة. غادي نحلو، وغادي نضيفو هنايا، كترت ليه الطون. غنزيدو الحار، هو كيبغي الحار، غنزيدو شويه ديال الحار، شويه هذا شويه كيبغي هو شي حاجه تسمى الحار، كيموت عليه. صافي، دابا غادي نطفي عليه لان كلشي طايب، بغيت غنقسم هذيك الخضره مع الطون، وغنخلي ثاني عاود كلشي هادشي يبرد. غنحول من المقله ونحط في الطبسيل، من المقلة تتبقى شادة سخونة باش غيبرد ليا دغيا. نخرجو البالكون تاهو باش يبرد، باش يلا يجيوني مع العجينة نيشان، ملي تخمر العجينة يجيو معاها نيشان. هنا الحشو هاهو من بعد ما بردو العجين، هاهي من بعد ما خمرت. شوفو ما شاء الله، شفتو العجين هاهي، هاهي شفتو هكا الحشو ها هو ديالي انا. غنخلي من بعيد باش من نعطيوش الريحه لجاكمو، كيحبش شي حاجه ديال اللحم تكون قريبه ليه شي حاجه ديالو ولا بغاها. وهنا ديالو غادي كما قلت لكم، غادي نبداو على بركه الله بديو الاول الاولين باش توسخنا يدينا ديالنا، ماشي مشكل. اوكي، دونك نشوف شويه ديال الزيت ندهن هنا طاو فين غادي نحطهم.
وغادي نبدا دابا نشكل. هنهزهم صغيورين هكا، غادي نبدا نشكلهم ونحط. انا شكلت الكويرات كلهم، هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا. دابا غادي نبدا نديرهم، نبدا نعمرهم. هادو اش غادي ندير؟ غادي نبدا نبسطهم هكا شو ديال الزيت، هانتي دي بالزيت كنبسطهم مزيان من الجناب ديالهم بالخصوص من هنايا هكا، وكنوضع الحشو. غنقسم هذا على اربعه. اوكي، كنوضع الحشو ديالي هكا. شوف ما جاش على اربعه، نديرو على ثلاثه باش يجيو عامرات مزيان، شي مشكل. المهم، وغادي نجمعهم دابا هكا، تنجمع هاد العجين كله هكا. صافي هاد الشكل هذا، وكنحطهم هنايا وتنستمر بنفس العمليه حتى تنكمل كلشي. هاد الخبيزات اللي عندي شفتو، هادو ديال الجاكومو. دابا غادي نخليهم لي هنايا، نخليهم تيرتاحوا شويه عاد غادي نبسطهم. ما نبسطهمش دابا، نخليهم هكا، نغطيهم ونخليهم. غادي نمر دابا لدياولي انا هنا بنفس العمليه، غادي نبسط انايا دياولي هكا. وكنوضع الحشو هنا. من بعد ما كملت كلشي غادي نبسطهم واحد شويه، هادو بسطتهم، غنبسط هادو حتى هما. صافي غادي نخليهم ثاني عاود يخمارو. هادو راه خمارو. غادي نطرب دابا واحد البيضه، نضربها مزيان مع شويه ديال الخل، وغادي نجيبها ندهن بها. هادو غنخليهم حتى يخمارو، ما نقدرش ندخلهم هادو الفران، اما هادو سي هادو غنقدر ندهنهم دابا وندخلهم الفران. هنا غندهنهم دابا بالبيض من بعد ما ختامرو. هنا غادي ندهن، غادي نرشهم بشويه ديال الزرارع. الزرارع عندي انا هي جنجلان، نورت الشمس، حبوب الشيا، حبوب الخشخاش، الزريعه ديال زريعه الكتان، كلشي هاد الزرارع. هادوك ما كاينش فيهم من هادو، ما مفوفينش، غادي نضيف ليهم هكا. هادو داكشي اللي ما متوفرش، زريعه القرعه ما كايناش تما، ها هي درتها دابا هنا هكا. هادو ديال الجاكوم، نتلاقى معكم في الاخرين دابا. بغيت هما ندهنهم كالعاده بالبيض. قد ما خمارو قد ما مزيانين، قد ما بقاو تيخمرو قد ما كيجيو مزيانين وساهلين حتى في الهضم. من العجينه ملي كتخمر كتكون ساهله في الهضم.
اوكي دير لهم السريجات ديال القرعات هما صافي. دابا غنخليهم واحد شويه حتى يختمروا مزيان وغادي ندخلهم للفران. هنا كملت كل شيء، هذوك الخبيزات بقاو ليا ثلاثه، هذوك بقاو ليا ما بقاش الحشو سالا، غنديرهم بالطيبيضات الغدا نفطروا بهم ان شاء الله. غنبسطهم ودرت المقله هنا تتسخن، غتسخن معايا مزيان غادي نبدا نوضع فيها. نحطو وحده ونبدا نبسط الاخرى، نبسط اليدين من على الجناب باش ما يجيوش غلاط، ما من الوسط راه كتهز في وسط اليد وكتوسع بوحدها، الجناب اللي خاصهم دائما يتبسطوا. ونخليكم تشوفوا دابا الفران هنايا، اي فوالا هانتوما شوفوا الخبيزات كيفاش جايين. نفرقهم هنا، قلب هادي البانينويا ديال جاكومو كيجاو ما شاء الله، شفتوهم هانتوما اللي تتبرد شويه باش نهزها. هادي ها هي شفتوها هكا، يلا هادي ها هي تحلات. اوكي هانتوما شفتوهم، منقدرش نهزهم دابا نقيسهم، راهم مازالين سخاني شفتوهم. او هنا بديت ونسيت الخبيزة غادي تحرك، ها هي جاية طالعة شفتوها حتى هي تنفخات. دول جاكومو هما خرجتهم من الخبيزات الاخرين، راه هما طيبتهم هاد المطلوعات، ها هما شفتو كيفاش جاو، جاو زوينين بزاف. دابا غادي واحد الطرف ديال القرعة بقى ليا، هانتوما كيف ما كتشوفو غا قريعة حلوة حمراء، وعندي هنا اليازير وواحد الفص ديال الثوم. هادو غادي نشد هاد القرعة دابا وغادي نقطعها، نقطعها مكعبات على بال ما يحوى ليا الفران، نقطعها مكعبات هكا بحال الشكل اللي بغيت ديرو بطاطا، راه كتجي رائعة هاد القرعة الفران. أنا راه عزيزة عليا القرعة دابا، راه وقتها غادي تنستعملها بزاف دابا في وقتها، إلا مزيان تاكلو الحاجة في وقتها. شتو غندير معاها هاد الفص ديال الثوم هكا، كندير بها بزاف ديال الطرق كيف ما قلت لكم، راه زوينه وصحيه بزاف القرعه، حاولوا تاكلوها تاكلوها واخا تبخروها وتمعسوها وديروا معها مليحه وقريفه وتاكلوها، راه كتجي رائعه. ندير لها هكا وغادي ندير معها دابا اليازير بحال الشكل ديال بغي نطيب بطاطا في الفران دوك اللي كنديروا حنايا هنا في ايطاليا هكا. نخلي واحد التزيين صافي، وغادي نضيف ليها دابا شويه الملح، شويه ديال زيت الزيتون وشويه هكا باش ما تلصقش صافي. وكنحرك نحرك هاد المكونات مزيان، غادي نجيب واحد المول فاش غادي نوضعها، ها هو ندهنو شويه، غندهنو بواحد شويه ديال الزيت صافي. غنوضع فيه كلشي هادشي، نضع فيه كلشي هاد القريعة ديالي بالطريقة هادي صافي. غندخلها دابا للفران، راه كتجي رائعة هادي، اللي بغي يدير فيها القرفة يديرها دابا، راه فايتة دايرة ليكم القرعة
هذه راه كتجي زوينه بزاف. دابا غادي ندخلها للفران وغنتلاقى معكم ملي نسالي الخبيزات والقرعه. خرجت القرعه انتما كيف ما كتشوفوا معايا راه باقا كتغلي، شيت فيها واحد الفورشيطه لقيتها واجده راه هي طايبه. ودابا غادي نرش عليها حبيبات ديال القرعه حتى هما هكا الزريعه ديالها، وغادي ندخلها جوست جوج ديال الدقائق وغادي نخرجها من الفران غير باش يسخنوا هاد الزريعه صافي. وغادي نخرجها هكا تجي زوينه هكا، ومع الزريعه ديالها كيجي فيها واحد المذاق على مزويناته هكا. غنعاود نرجعها دابا للفران ونتلاقى معكم من بعد الشكل النهائي. الشكل النهائي ديال الخبيزات دياولي ها هو كيف ما كتشوفوا معايا. الخبيزات هادو هادي ولد جاكومو، ها القرعه، ها القرعه ها هو الشكل ديالها النهائي. راه دوك البطيبيطات تا هما. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم هاد الخبيزات العامرين، هاد البانينويات، هاد المملحات، ما عرفتش اش غنسميهم ليكم. المهم انا كنسميهم بانيني عامرين، بانيني فارتشيتي هما هادو. واش غادي نقول لكم، راهم زوينين للوليدات الصغار المدرسه، ديروا لهم وحده في الالومنيوم وتعطيوها لهم يديوها معاهم المدرسه ولا في البواطه ديالهم ولا اللي كان. اللي خدام في الخدمه ديالو موظف يدير وحيدته هو يديها البحر. انا راه كيعجبوني هذا الشيء البحر، كندي معايا البحر هذا الشيء كناكلو ملي كنكون تنبقى تما النهار كله من الصباح حتى العشيه. بالنسبه لاي واحد المهم راه اللي بغاهم حتى العائله هكا اللي ما لقى ما يدير هكا الغداء يوجدهم وكل واحد يهز وحيده ديالو. المهم راكم غتستافدوا منهم وهانتوما شفتوا كي تيجيو وما تقبوهمش. انا ما كنتقبوهمش، تيبقاو هكا منفوخين، ما تيتقبوش باش تيبقاو منفوخين، ان لا تقبو غادي يتفشوا وغادي تجي العجينه لاصقه على هذاك سميتو بحال سارده، كيجيو بحال فازقين الا تقبو كتلصق هذيك الطحين كيلصق. المهم هذاك العجين كيلصق على ديك الحشو الدخلاني، ملي كتبدي تاكلي فيها كتجيك بحال فازقه. دونك انايا كنخليهم بلا تقيب باش تيبقاو منفوخين وتيبقاو معزولين هذاك الحشو، تيبقى لاصق غير من التحت ومن الفوق كيبقى معزول لان كتنفخ، ملي كتنفخ كتخرج منها. دابا غادي نوريكم شي وحده كيفاش دايره من الداخل ديالها. هادي انتما شفتو هكا، شوفوها معايا كيفاش كتجي من الداخل ديالها. انتما شفتوها كيفاش كتجي، ان شاء الله كتجي هكا هكا. زال بغيتو تزيدو فيها شي حاجه تحلوها دابا وتزيدو فيها سلطه ولا مطيشه ولا شي حاجه تزيدوها فيها مازال هكا. اما لو كان كانت مثقوبه غتلصق بحال هذا التحتاني، شفتوه كتلصق. يلا نتمنى الاعجاب ديالكم هذا الفيديو ديال هذا النهار، تشجيعاتكم للقناه باش يوصلكم دائما الجديد. اول مره كتزور القناه ديالي تبارطاجي مع الاهل والاحباب والاصدقاء والصديقات ديالها باش الفائده تعم الجميع. مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي، ما تنساوش الجميع يعجبكم الفيديو.